واتخذوا من جماعة الإخوان المتأسلمين وسيلة لتنفيذ مخططهم لتقسيم مصر وإذلالها. وبعد أن أنفق هؤلاء المتآمرين أموالاً طائلة وجندوا الخونة في كل جانب، انتهت خيوط المؤامرة بوصول جماعة الإخوان إلى سدة الحب، فنالوا من الشعب المصري قتلاً وتنكيلاً، وقدموا لأمريكا وإسرائيل كل ما كانوا يحلمون به، وما هو إلا عام حتى انتفض الشعب المصري في 30 يونيو ليصرخ صرخة مدوية أطاحت بالتيجان ونسفت تلك الكراسي التي طالما ظن أصحابها أنها ستحميهم من بأس الله. وما هي إلا ساعات حتى أنجبت تلك الصرخة بطلاً مصرياً جديداً أثبت للعالم أن حب مصر فوق المناصب، تهون دونه الحياة وتزول أمامه الأطماع. هذا البطل المصري هو المشير القائد عبد الفتاح السيسي. الذي وقف ولأول مرة ضد رئيس دولة لحماية شعب استنجد به لينقذه من العدوان والظلم الإخواني. لقد دوت الصرخة المصرية في جنبات العالم لتثبت للعالم أن الشعب المصري قادر على فرض إرادته رغم أنف المتآمرين، كما أثبت أنه يملك في جعبته الكثير من الأبطال الذين لا يظهرون إلا عند الشدائد. فقد أصبح المشير عبد الفتاح السيسي نموذجا بطوليا أذهل العالم، وأصبح الشعب المصري مثلا يضرب وقدوة تحتذى. لقد أسدى المشير عبد الفتاح السيسي لمصر جميلا عظيما، حيث أنقذ الشعب المصري من 500 عام كان يخطط الإخوان للتنكيل بالشعب المصري طيلتها. وردا لهذا الجميل، أصبح واجبا على الشعب المصري أن يرد هذا الجميل لصاحبه. وإيمانا من السيد علاء الدين ماضي أبو العزام، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية ورئيس الرابطة المصرية، بأن العمل من أجل الوطن جزء لا يتجزأ من الإيمان. عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب الوطن من الإيمان. وإيمانا منه أيضا لضرورة رد الجميل لمن أسداه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، من آتى إليكم معروفا فكافئوه. إيمانا بهذه المبادئ أطلق حملة تحمل عنوان رد الجميل، والتي تمثلت في عقد عدة مؤتمرات لتأييد المشير السيسي رئيسا لمصر. أُقِلت هذه المؤتمرات في العديد من محافظات مصر، ونظرا للإقبال المصري على هذه المؤتمرات، الإقبال منقطع النظير، يأتي هذا المؤتمر خاتمة وتتويجا لهذه الحملة التي أثمرت الكثير من النتائج في الأيام القليلة الماضية. الآن نبدأ فعاليات هذا المؤتمر،
الذي يأتي تأييدا للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. تكاد تكون كل المؤتمرات التي تعقد في كل الأماكن في مصر بل وفي خارج مصر كلها تجتمع على نقاط محددة، وهي أنها تريد أن ترد الجميل لهذا البطل المشير الذي جاء إنقاذا لمصر بعد أن وصلت إلى ذروة أزمتها. ولذلك الناس جميعا وقد اجتمعت قلوب العباد على ذلك والحمد لله عز وجل، ولا يجمع قلوب العباد إلا الجامع سبحانه وتعالى. يعني لو أن الجامع جمع هذه القلوب لتأييد هذا الرجل في هذا الموقف العصيب لا يستطيع أحدا على الإطلاق أن يجمعها، إلا أنه سبحانه على كل شيء قدير. ومن أجل هذا نقول أيها الأحباب، إذا كان الشعب المصري بكل طوائفه يؤيد ويبايع ويدعم، فإن الصوفية رضي الله عنهم وأرضاهم قطاع كبير من الشعب المصري، وكان لابد أن تكون لهم مشاركتهم الإيجابية. في الاحتفال بمولد سيدنا الإمام علي كانت هناك مذيعة من الإمارات بتسأل تقول: الصوفية دائما بعيدون عن السياسة ولا تدخلون في أمور البلاد والدولة وما إلى ذلك، فما الذي جعلكم بهذا الشكل، يعني بهذا الوضع؟ وقلت لها: الحقيقة أن الصوفية حينما يشاركون في بناء المجتمع فهذه إيجابية مفروضة ومطلوبة، بل هذا هو منهجهم وديدنهم على مر الزمان، ليس جديدا عليهم أن يكونوا إيجابيين ومشاركين وفاعلين ومؤثرين في كل أحداث الوطن الإسلامي في امتداد ربعه هنا وهناك. لكن هناك فرق: الصوفية حينما يتكلمون في مصلحة الوطن ويشاركون في بنائه لا يطلبون لأنفسهم أبدا السلطة ولا الحكم ولا الجاه ولا الدنيا، إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين الصوفي الذي يشارك بقلبه وبفكره وبعزيمته وبهمته وبورده وبأوراده وبكل ذلك، ولا يطلب إلا أن يكون الإسلام عاليا خفاقا وراية الإسلام خفاقة في كل مكان، بل ويطلب لمصر الأمن والأمان والحفظ والسلامة على الدوام. ومن هنا نقول أيها الأحباب، الآن الصوفية أصبح لها دور مؤثر وفعال. الصوفية بكل والحمد لله جميع الطرق متحدة متآلفة ومتآزرة في هذا الوقت العظيم، تعلن تأييدها للمشير السيسي ليكون رئيسا لمصر بإذن الله تبارك وتعالى. فتحية لكل الصوفية في كل مكان، فما بالنا إذا كان الصوفية قد انطلقوا من نطاق المحدودية في الوطن إلى العالمية، ويكون الاتحاد العالمي للطرق الصوفية هو الذي يدعم ويؤيد على مستوى العالم تأييد هذا الرجل ليكون رئيسا لمصر. الاتحاد العالمي الآن، الاتحاد العالمي هو الذي يؤيد. وهناك أيضا مصر تضم مسلمين، والمسلمون أغلبية وأكثرية، وتضم أيضا مسيحيون، ولكن الوطن للجميع لا تفرقة أبدا. فإذا كانت هناك رابطة تربط المسلمين والمسيحيين جميعا لبناء مصر، فلا شك أنها هي الرابطة المصرية الذي أسس فعاليتها والذي أقامها وأنشأها سماحة السيد محمد علاء الدين ماضي أبو العزام، لتجمع كل أبناء مصر، في صعيد واحد لا فرق أبدا، لأنهم جميعا يشربون من نيل واحد ويتنسمون من نسيم مصر العذب الطيب الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. ومن هنا أيها الأحباب نقول، المشير يقول من بين ما قال في كلماته الكثيرة والجميلة والوقورة التي قدم بها نفسه للعالم أجمع ولأهل مصر بصفة خاصة، هو يبين أن مهمة إنقاذ الوطن، هو الآن في مهمة يقول أنها مهمة فدائية لا تحتمل الفشل. مهمة إنقاذ مصر هذه الذي يقوم بها الآن هي لا تحتمل الفشل على الإطلاق. ولذلك هو يقول أنه يستند إلى كل المصريين، لا ينضم إلى حزب بعينه ولا يتحيز إلى فئة بعينها،
ولكنه يعلم أن المصريين جميعا في ظهره ومعه يؤيدونه، لا طائفة من الطوائف كما كان يفعل من كان قبله ممن سبقوه من رؤساء مصر. هو هنا إنما يحتضن كل المصريين في رحاب واحد من أجل أن تقود، أن يقود هذه السفينة في بر الأمان. أوصى بأهلي وأوصى بجندي، كيف بوطن كهذا، كيف بمصر، نقول ولاؤنا لمصر، وليس الولاء ولاء لشخص بعينه. مولانا السيد علاء الدين ماضي أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية، جاءه موفد من قبل الرئيس السابق محمد مرسي يبلغه أن الرئيس يريد أن يلقاه، فقال له مولانا السيد علاء: أنا لا أحب أن أراه. كان الكلام هذا في وقت كان فيه رئيس يجلس على كرسي رئاسة، ونحن الآن ندعو إلى انتخاب رجل لم يصل بعد إلى كرسي الرئاسة. مولانا السيد علاء أبو العزائم رضي الله عنه لما قال هذه المقولة قالها تأسيا بجده الإمام المجدد أبي العزائم رضي الله تعالى عنه، لما جاءه حسن باشا نشأة رئيس الديوان الملكي للملك فؤاد، وقال للإمام: إن الملك فؤاد يحب أن يراك. كان الملك يحب أن يستميل الإمام إلى رأيه وإلى سياسته. قال له: إن الملك فؤاد يحب أن يراك. فربط الإمام أبو العزائم على خد حسن باشا نشأة، وكان بينهما مودة بينه وبين حسن باشا نشأت، ربط قلنا بيده على خده وقال له: يا حسن، أتغرر أباك الشيخ بالدنيا؟ وهل ملك مصر يتمنى أن يراني؟ قال له: نعم يا مولانا، يريد أن يراك. قال: يا حسن، قل له أبو العزائم لا يحب أن يراك، ولو أردت أن يأتي فؤاد إلى هنا لجاءني حبوا. إذا وقف رجل على باب السلطان حرم عطاء المحنان، ورجل الحق تخضع له التيجان، وخادم الحق له الخدم، له الخلق خدم أينما كان، والحق الإلهي لمن صدق وثبت. وقال مقولته المشهورة: إن قوما فقدوا الإسلام في أنفسهم وفي بيوتهم وفي شؤونهم العامة والخاصة لأعجز أن يفيضوه على غيرهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولما جاءه سعد زغلول يقول له: الملك فؤاد يتوعدك لأنك لا تسايره في سياسته، فقال له بعد أن أمسك أذنه الإمام: سأمسك أذن سعد زغلول. وقال له: يا سعد، قل لفؤاد: دولة تدول وملك يزول، وجانب الله يبقى ولا يزول. من هذه الدار التي ارتفعت فيها كلمة الحق لا لشيء إلا لله تعالى وحده، اجتمعنا لندعو أنفسنا وغيرنا إلى المبادرة إلى انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي، والذي نرى فيه علامات الزعامة في الأمة. الإمام لما تكلم عن علامات الزعيم الذي يجب على الأمة أن تختاره، وضع بعض العلامات والشروط. من هذه الشروط أن يكون قد تربى على الفضائل والآداب وكرامة النفس وتلقي العلوم النافعة، وهذه نتلمثلها في المشير السيسي. الشرط الثاني أن يكون واسع الصدر، عالما أن اتحاد الأمة وإصلاح ذات بينها خير له
من ملء الأرض جيوشا جرارة كاملة العدة والعدد. الشرط بعد ذلك أن يصطفي أهل التقوى والصلاح الذين يألفون ويؤلفون، والذين يدعون الأمة من أمراض التفرقة والحسد. الشرط الرابع أن يكون تقيا عاملا بأصول الدين وفروعه، عالما أن فوقه قوة الله تعالى التي تحسن إليه إن أحسن وتنتقم منه إن أساء. الإمام يقول: ومن لم توجد فيه تلك الصفات فذله أقرب إليه من ظله. قلنا نتوسم هذه كلها في المشير عبد الفتاح السيسي الذي جاء به الله تعالى، والذي وفقه الله تعالى، والذي أعانه الله تعالى على أن خلع هذا الحكم الظالم، حكم الخوارج الذي حكم مصر لمدة سنة كاملة، وخرج الشعب المصري في ربوع مصر كلها بعشرات الملايين، وخرجت كلمة المشير عبد الفتاح السيسي تنفيذا لإرادة هذا الشعب وبداية لمرحلة جديدة من تاريخ مصر. الكلمة الآن مع الشريف الدكتور عبد الحليم العزمي، رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن والأمين العام للاتحاد العالمي للطرق الصوفية. هذه المؤتمرات هي حملة دعا إليها سماحة السيد علاء أبو العزائم بعنوان رد الجميل، وإن كان ما قام به السيد عبد الفتاح السيسي هو واجب لكل وطني مخلص ومحب لهذا الوطن أن يقف هذا الموقف. هو ليس بصاحب جميل على مصر التي أنجبته وربته وعلمته وأوصلته إلى هذا المكان، وليس لأحد في مصر جميل على هذا البلد، وإنما هو من باب ما تعارف عليه الناس أنه أسدى جميلا، ويجب أن نكافئه بأن نقف إلى جواره. لكن بعد مؤتمر كفر الشيخ يوم الخميس الماضي، والشرقية يوم السبت، ودمنهور يوم الثلاثاء، كانت هناك حملة تابعتها تهاجم الطريقة العزمية لأنها أقامت هذه المؤتمرات. وأنا تحدثت في هذا الأمر بالأمس مع سماحة السيد علاء أبو العزائم. أنتم رجال دين ورجال علم، ما كان يجب أن تدخلوا في هذه السياسة. كنتم أقمتم هذه المؤتمرات تحت اسم حزب التحرير المصري أفضل. هذا الكلام كتب على الفيس والإنترنت. الحقيقة أنا حتى بعضهم يقول أنه في عندكم مقولة في الطريقة العزمية تقول أن السياسة نجاسة وأنتم تمارسون السياسة، فكيف تجمعون بين النجاسة وبين ممارسة السياسة؟ كل ذلك قيل للتشكيك وتشويه هذه الحملة. لكن أولا نقول لولا أن هذه الحملة نجحت ما حوربت. يعني أول علامة من علامات الصحة في هذا الأمر أن هذه الحملة نجحت والرسالة وصلت بدليل أنها حوربت. لكن الحقيقة أن هناك، وهذا أمر يجب أن نتبينه جميعا، أن هناك في الإسلام شيئا اسمه السياسة الشرعية. فيه سياسة في الإسلام اسمها السياسة الشرعية. هذه السياسة الشرعية هي إدارة الحكم من ولي الأمر، وكلمة ولي الأمر بتعني الحاكم والعالم، لأن الحاكم في الإسلام
لا ينفرد بقرار دون الرجوع للعلماء، وهو ما يعرف بالشورى. لا أقصد علماء الدين فقط، العلماء في جميع الأمور، يكون له هناك أهل شورى من كل العلماء قبل أن يقضي أمرا يرجع إليه. فحينما يقال السياسة الشرعية تكون من ولي الأمر، أي من الحاكم والعالم، حتى عدوا الفتوى التي تحقق مصلحة الناس من السياسة الشرعية. طب احنا عندنا سيدنا النبي كان بينزل عليه قرآن وفي أحاديث بيقولها، هل في تصرفات النبي سياسة شرعية غير الوحي وغير الأحاديث؟ في سياسة شرعية، في حاجات كان النبي المفروض يعملها وما عملهاش مراعاة لحال الناس، لمصلحة الناس. الدليل على كده، اديك دليل واحد، لما سيدنا النبي شارك في إعادة بناء الكعبة ووضع الحجر، بيقول للسيدة عائشة بعد ذلك إن أنا لم أجبر الناس على إن إحنا نبني الكعبة على أساس الذي بنى عليه الخليل إبراهيم. يعني أهل مكة صغروا الكعبة بعيد عن الأساس اللي بنى عليه سيدنا إبراهيم. فقال لها أنا لو عملت كده كانت قومك أو الناس في مكة لن يقبلوا هذا الأمر. فده اسمه سياسة شرعية، إن أنا بشوف أحوال الناس وأشوف مصلحة الناس، حتى لو كان الأمر ده غير صحيح براعيه، يراعى هذا الأمر. احنا كنا على شفا حفرة من النار، 30/6 كنا على وشك انهيار، مش النظام، انهيار النظام سفات، انما انهيار الدولة بانهيار الشرطة والجيش والقضاء. اظن شفنا كيفية التعامل مع القضاء وحصار المحكمة الدستورية اللي هي رمز القضاء المصري، والهجوم الشرس على الشرطة وما زال. الشيء الوحيد اللي هم حاولوا معاه وما امكنش اللي هو القوات المسلحة، لكن ما زالوا يحيكون في الظلام المؤامرة تبع المؤامرة. ويعني على سبيل المثال، امبارح مسكوا ناس طابعين استمارات فيها صورة السيسي ورمز النسر وبيوزعوها على الناس. فطبعا البسطاء اللي هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب هيدخل في روعه ان السيسي رمز بتاعه النسر، ويروح اللجنة على هذا الاساس. فهم الحيل القذرة ما زالت في جعبتهم منها الكثير لا قيمة له. طبعا اول حاجة بعد 30/6 قالوا انقلاب عسكري، وقالوا يسقط حكم العسكر، وكلمة عسكر في حد ذاتها كلمة إهانة للجيش المصري. عسكر هم المرتزقة أيام المماليك، جيش المرتزقة. احنا الجيش المصري ما هوش جيش مرتزقة، الجيش المصري أخويا وأخوك وأبويا وأبوك وابني وابنك، ودول بيضحوا بنفسهم في سبيل الوطن. فصعب إن أنا أوجه لهذا الجيش إهانة. السيد اللي بيتكلم دايما يقول يسقط العسكر، هو كلامه موجه لمصلحة الإخوان لا أكثر ولا أقل. وعلى سبيل المثال، لما يقول ان انا عاوز اصدر قرار بالافراج عن فلان وفلان وفلان وتغيير القانون، هو ده مفهومه لسيادة القانون.
هو ده مفهومه لكيف يسود القانون في الدولة، ان هو يلغي القانون عشان يطلع شوية بلطجية من السجن، وهم مش هيقعدوا مؤبد، هم دين 3 سنين ولا حاجة وهيطلعوا، لكن هو عاوزهم هم وأتباعهم يمشوا وراه ينتخبوه يعملوا له أي حاجة، لكن هو ده المفهوم عنده، يسقط الوطن ويحيا الأصوات الانتخابية للبلطجية، يسقط الوطن وتحيا الأصوات الانتخابية للإخوان. ما يقول العسكر ده معناها ان هو بيدور على الإخوان. السادة الأعزاء، يجب إحقاقا للحق ان احنا نقول ان الجيش المصري العزيز العظيم هو جيش ميناء موحد لقطرين، هو جيش أحمس طارد لهكسوس، هو جيش رمسيس اللي فتح نصف العالم، هو جيش قطز، جيش صلاح الدين، جيش كل القيادات التاريخية اللي تركت لينا قيمة للوطن مصر. مش ممكن الناس اللي وقفوا معانا في كل الشدائد نواجه لهم مثل هذه الإهانات وهم ما عملوش حاجة أكتر من الحفاظ على الوطن. عشان ما طولش على حضراتكم، المشير عبد الفتاح السيسي هو رمز. ثم تدرجت في الرتب إلى وصلت إلى أقصى رتبة ورتبة اللواء. منذ البداية جميع ضباط القوات المسلحة منذ تخرجهم يقودون، يبدأ بقيادة فصيلة ثم سرية ثم كتيبة ثم لواء إلى آخره، يتعلم القيادة. القيادة هي المسؤولية، مسؤولية تحقيق إنجازات للوحدة بتاعته، تدريب الجنود، الإشراف على أكلهم، على لبسهم، على انتظامهم، على تدريبهم، على مرتباتهم، على كل ما يتعلق بهم. فالضابط يتعلم القيادة ويتعلم الإدارة لأنه يقود ويدير، فهو قائد ومدير. وإذا كان ضابط القوات المسلحة فيه الوطنية لأن يموت في سبيل البلد، في سبيل حماية شعبه ووطنه، فما بالك بأنه تدرج وعاش في هذا ويعلم جنوده وضباطه الأصغر منه هذا حتى يصل إلى مديرا للمخابرات الحربية. فالوطنية تزداد مع الوقت ولا تقل، ولا يعلم هذا إلا من خدم بالقوات المسلحة ثم أصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع، يعني رئيسا للوطنية. هذا لا يشكك أو يقلل من وطنية باقي الناس، ولكن المفهوم يختلف. من يعيش في الشيء وداخله يدركه جيدا ويفهمه جيدا. فالمشير عبد الفتاح السيسي بدأ ضابطا صغيرا ثم تدرج حتى أصبح وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة. هذه قمة الوطنية، لا يجوز إطلاقا التشكيك فيه، ومن يفعل ذلك فهو جاهل، جاهل أو بيستعبط. نحن ضباط القوات المسلحة كلنا وطنيون، إلا من تربى على غير ذلك وهو قليل، قليل ونادر، سواء كان مسلم أو مسيحي. فيوجد مسيحيون وطنيون وكل المسيحيين وطنيين. أنا أؤيد بشدة المشير عبد الفتاح السيسي، رمز الوطنية الذي عبر عما قلت، فأنه حمل رأسه على كفه وأطاح برئيس الإخوان، لأن
هذا العمل يكلفه حياته، إذا لم يستطع تحقيقه فسيحاكم عليها، وطبعا معروف أنها تعتبر خيانة. وزير الدفاع هو ولاؤه للدولة، لبلدنا، وكلنا ولاءنا للدولة عدا القلة القليلة اللي هم ولاءهم للخلافة كما يقول. انتهت، لأن مجلس الشعب ومجلس الشورى أصبحوا كلهم من الإخوان ومن حلفاء الإخوان. لكن إحنا ما ننساش أن ثورة يناير عملت حاجة غير أنها أسقطت مبارك، هي أسقطت النظام كله. طب يعني إيه هو النظام كله؟ النظام كله هو السلطة الحاكمة لو الحزب الوطني والمعارضة بتاعته. النظام يتكون من شقين، النظام يتكون من شقين، السلطة والمعارضة. عشان كده الإخوان لما جت عملت المعارضة بتاعتها، جابت النور وجابت التنمية وجابت حزب الوسط. ما هو لو أنت ما عملتش المعارضة كحاكم أو كسلطة حاكمة تأمن بها نفسك، تجيب معارضة مؤتلفة معاك، هتطلع لك معارضة بجد. فانت ما يجبش انك الحاكم المستبد دايما والسلطات المستبده دايما ما تروحش تنتظر لحد ما يبقى في معارضه، لا تصنع المعارضه بتاعتك. وده اللي كان عامله نظام مبارك. في معارضه كانت موجوده اللي هي الاحزاب القديمه واللي هي النخب اللي كانت واجعه دماغنا، والناس اللي كانوا قاعدين في الاعلام سواء ممولين سواء عملاء سواء شايفين مصالحهم مع النظام، ولكن كانوا معارضه النظام. معارضه النظام دائما مع الانظمه المستبده أو الديكتاتورية أو الفاسدة زي نظام مبارك أو الفاشية الدينية اللي هي النظام الإخوان الإرهابي، لازم يصنعوا معارضتهم ولازم يتوافقوا مع معارضتهم. حتى الإخوان كانت ضمن المعارضة. ما الإخوان كانت مصنفة إيه؟ كانت مصنفة معارضة. كان في توافق بينهم من خلالها تمكنوا من الزوايا، من خلالها انتشروا في الجمعيات الأهلية، من خلالها قدروا يعملوا مدارس، من خلالها عملوا حاجات كتير جدا قد لا يكون الوقت، لكن في النهاية حصل توافق. كل التوافق ده مقابل ايه؟ مقابل ان هم يفضلوا ويقبلوا ان هم تنظيم غير شرعي، بمعنى ان ما لهمش حق يدخلوا الانتخابات. اما بقية الاحزاب الليبرالية او المدنية اللي هم بيسموها، الاحزاب ديت ضعيفة، ما بتعملش أي حاجة غير مسموح لها بأنها تعمل لقاءات مع القواعد الشعبية في المحافظات في أي مكان. وفي نفس الوقت هي دي الأحزاب اللي مسموح لها أنها تدخل الانتخابات فما تنجحش. والمعارضة اللي ملهاش حق، اللي ملهاش صفة شرعية، يعني مش تنظيم سياسي معترف بيه، ملوش حق أنه يدخل الانتخابات. التنظيم الحقيقي اللي مخترق الشارع هو الإخوان. التنظيم الشرعي اللي هو طبقا لقوانين الدولة، الأحزاب السياسية ما تقدرش تنجح لأنها منفصلة تماما عن القواعد الشعبية. فهو ده التوافق اللي كانوا عاملينه في نظام مبارك، قوة حقيقية ولكنها غير شرعية لا يمكن أن تنافسه وتنافس حزب الوطني، وقوة وهمية لا تستطيع أن تنافسه وهي الوحيدة المسموح لها أنها تمارس المنافسة مع النظام الفاسد. في النهاية الإرادة الشعبية لما أسقطت مبارك ما استدعتش الأحزاب ولا استدعت حد من النخب، وبالتالي الإرادة الشعبية اللي أسقطت مبارك أسقطت معاها المعارضة اللي هم الأحزاب السياسية واللي هم النخب السياسية اللي كانت ظاهرة. استمرنا لحد ما وصلنا لانتخابات مجلس الشعب والشورى، ولقينا انتخابات مجلس الشعب بيسيطروا عليها تنظيم الإخوان. بدأ الوعي يعود، بدأ الشعب يستعيد وعيه ويكتشف الحقائق، والتزييف ابتدى يختفي، والأسرار طلعت من محاكمة مبارك ومن محاكمة الوزير، وبدأت الأسئلة توجه مين اللي قتل الثوار إذا كان دول مش اللي قتلوهم، مين اللي فتح السجون، والناس دي ازاي وصلت حتى هم لو خرجوا، والأهالي فتحت السجون ازاي، الناس اللي بتوع غزة وصلوا غزة في يومين، وازاي الناس بتوع حزب الله وصل حزب الله في يومين، مين التنظيم اللي كان مستنيهم؟ بدأت الأسئلة ولم يجدوا عنها إجابات، وبدأ الوعي نستعيده كشعب. وهنا بدأت الإرادة الشعبية تنقسم. خدوا بالكم أنا بتكلم عن إرادة شعبية جامعة أسقطت حزب الوطني، وبعدين إرادة بدأ وحزب والحزب والإرادة الشعبية جابت مجلس الشعب ومجلس الشورى، ما زلنا مع إرادة شعبية
الإرادة الشعبية في المجلس الشعبي ومجلس الشورى تلاقي إن الأحزاب برضو ما زالت ساقطة. الشعب ما جابهمش رغم إن هم موجودين من 30 سنة. حزب يطلع أو حزبين النور والحرية والعدالة في 6 أشهر يكتسح، معنى كده إن الأحزاب دي سقطت، دي مش محسوبة، دي مش موجودة، مش موجودة في 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 النطاق الفكري للشعب المصري، ما يفكرش فيهم. فلما لقوا الأحزاب الجديدة دي طلعت مع تزييف الوعد ابتدوا ينتخبوهم. لما وصلنا لمعركة الرئيس